سلام الله عليكم أعزائي تلاميذ سنة ثانية متوسط، أهلا وسهلا بكم في درس جديد. أعزائي متابعي القناة الجدد، أهلا وسهلا بكم كذلك، شرفتوني ونورتوني إخوتي. من فضلكم ما تنساوش الضغط على زر الاشتراك وكذلك تفعيل الجرس حتى يصلكم جديد كل الدروس وتعم الفائدة على الجميع إن شاء الله. نواصل اليوم صفحة رقم 31. في هذا الدرس راح نشوفو les expressions qui indiquent la suite du compte. Voilà, واش معناتها هذه؟ يعني راح نتعرفو على العبارات اللي تبين لنا تكملة القصة. Voilà, كما شفنا من قبل les expressions qui indiquent le début d'une histoire. Voilà, يعني عبارات نعرفو بها بداية القصة. في هذا الدرس راح نشوفو العبارات اللي تبين لنا تكملة تاع القصة. تبعوا معايا. Je lis le texte. Il était une fois un berger qui gardait tous les moutons du village. ذات مرة كان هناك راعي, un berger معناته راعي, الذي كان يحرس كل غنم القرية. Certains jours, la vie sur la colline était agréable et le temps passait vite. بعض الأيام الحياة فوق التلة أو الهضبة, يعني هذا المكان المرتفع هو لا كولين, كانت رائعة والوقت كان يمضي بسرعة. Parfois, le jeune homme s'ennuyait. في بعض الأحيان هذاك الرجل الشاب كان يشعر بالملل. Un jour, comme il s'ennuyait plus que de coutume, il grimpa sur une colline et hurla. ذات يوم بما انه او شعر بالملل, يعني على غير العاده, plus que de coutume, يعني على غير العاده, صعد فوق التله وصرخ. hurla معناته صرخ. Au loup, un loup dévore le troupeau. Aussitôt, les villageois accoururent pour chasser le loup. الذئب قال لهم هناك ذئب أكل القطيع. فورا سكان القرية اللي هما لي فيلاجوا أكوغيغ, هنا يوجد خطأ مطبعي اللي هنا الفعل راهو أكوغيغ وليس أكوغيغ. فوالا انتبهوا فقط هنا سي أكوغيغ. يعني لي فيلاجوا جاو بسرعة لاصطياد الذئب. مي Ils ne trouvèrent que le jeune garçon qui riait comme un fou. ولكن لم يجدوا سوى الشاب أو الفتى الشاب الذي كان يضحك مثل المجانين. Voilà, un fou معناته مجنون. Ils rentrèrent chez eux en colère alors que le berger, fier de sa plaisanterie, rejoignait tranquillement ses moutons. ثم رجعوا إلى بيوتهم, يعني سكان القرية رجعوا لبيوتهم وكانوا غاضبين, يعني en colère كانوا غاضبين, في حين أنه هذاك الراعي كان فخور وسعيد بمزحته. La plaisanterie هي المزحة. voilà. ثم التحق بكل هدوء بأغنامه. voilà. هذا فيما يخص أعزائي التلاميذ هذه القصة. فوالا راح نشوفوا الاسئله باش نزيدو نفهموها اكثر. Je réponds aux questions. اجيب على الاسئله. numéro 1, je choisis la bonne réponse. اختار الاجابه الصحيحه. C'est l'histoire d'un jeune prince. يعني هذه القصه هي حول امير. B, d'un jeune berger. يعني راعي شاب. C, d'un petit mouton. يعني خروف صغير. كما شفنا هذا النص يدور حول un jeune berger. Donc la bonne réponse هي B. numéro 2, je complète le tableau avec ma ou mon camarade. يعني اكمل هذا الجدول مع زميلي. voilà, شوفوا هذا الجدول عندنا فيه les mots et les expressions qui indiquent, الكلمات والعبارات التي تعبر عن le début de l'histoire, يعني بداية القصة, la suite de l'histoire, تكملة القصة, la fin de l'histoire هي نهاية القصة. شوفوا معي هنا في النص تاع
لي مو كيانديك لو ديبي دو ليستوار كيما شفنا في الدرس السابق عندنا هنا ايل ايتي اون فوا فوالا ايل ايتي اون فوا هي ان مو كيانديك وي هاصدر هنا كيما كنت نشرح لكم الكلمات اللي تعبر على لو ديبي دو ليستوار هي هنا عندنا ايل ايتي اون فوا فوالا كيما شفنا من قبل il y a longtemps il y a bien longtemps autrefois jadis هادو كامل الكلمات تعبروا على بداية القصة نشوفوا هنا عندنا لا سويت دو ليستوار يعني تكملة القصة هنا كي نقراوها نحسوا باللي المقدمة تحبس هنا فوالا مع النقطة هذه دونك لا سويت تجي من وراها وتبدا ب ان جوغ ذات يوم يعني راح يتبدل شيء جديد راح ندخلوا في حدث جديد هذه كي تكملة تاع القصة جيسبر كو راكم فاهميني يعني القصه كيفاش نعرفوا التكمله تاعها كي نبداو نحكي ونذكروا المقدمه اللي نذكروا فيها المكان ويعني في قديم الزمان مثلا ونديروا الصفات تاع الشخصيات ومثلا نذكروا يعني كيما العناصر اللي شفناها في المقدمه كي نكملوا هذيك المقدمه اللي تجي من وراها يعني راح نبداو نحكيوا في حاجه جديده هذاك الحدث الجديد اللي رانا راح نحكيوه هذاك هو اللي نسميه لا سويت دو ليستوار فوالا ونفتتحوه بعبارات هنا مثلا عندنا ان جور مثلا صار حدث جديد فوالا هذه هي تكمله القصه باش تفهموها مليح بون لهنا عندنا لا فان دو ليستوار لهنا ما عندناش يعني اون فان بوغ النص هذا دونك خلاوها هنا نهايه مفتوحه دونك هنا ما نحطو والو يعني نهايه راهي موجوده يعني في قصص اخرى وهذه خلوها مفتوحه يعني راح نعرفوا فقط العبارات فوالا تبعوا معايا هنا القاعده لو كونت كومونس جينيرالمون بار اون فورمولا دوفرتور القصه تبدا غالبا او يعني فوالا غالبا بعباره افتتاحيه لي فورمول دوفرتور كما ذكرناه من قبل عندنا اكزامبل ايل ايتي اون فوا فوالا La suite de l'histoire est introduite généralement par un jour, soudain, tout à coup. Wa takmilat al-qissa, yani tqaddem fi ghalb al-ahyan bi, yani nchoufou nlqaw fiha al-ibara ta' un jour, yani dhat yawm, soudain wa tout à coup ma3nta fajatan. Hadou ya3bru 'ala takmilat al-qissa wa husoul hadath jadid. Et la fin de l'histoire se reconnaît ونهاية القصة نعرفها ب depuis lors depuis ce jour c'est ainsi que يعني منذ ذلك اليوم فوالا هادو نعرفوا باللي القصة راهي في النهاية تاعها فوالا شاو عليهم مليح هاد اعتذر يعني لازم تعرفوهم مليح هاد لي فورمول ولا لي مو او لي زيكسبرسيون كي انديك لا فان اي لا سويت دو ليستوار فوالا On passe aux activités. Numéro 1, je relis chaque expression à la partie de l'histoire qui convient. يعني شوفوا معايا لهنا عطاونا هاد لي زيكسبرسيون وعطانا هاد لي بارتي يعني راح نقراو هادي وهادي ونشوفوا كيفاش نربطوها مع بعض. عندنا il y a bien longtemps هذه العباره اللي شفناها تاع افتتاحيه القصه un jour هذه la suite de l'histoire Depuis ce jour, اللي شفناها لهنا هي لا فان دو ليستوار. فوالا كي نقراو لهنا لازم علينا نفهمو مليح الاحداث كيفاش راهي تدور باش نقدروا نربطوها مع هادو. Elle alla à la fontaine du village et formula un vœu d'en avoir un. Une fée lui donna une belle petite fille. ذهبت الى يعني نافورة القرية وتمنت أمنية أن تحصل على واحد يعني هي تمنت باش تحصل على طفل كانت هناك جنية أعطتها فتاة صغيرة جميلة La jeune femme vécut heureuse avec son enfant المرأة الشابة عاشت سعيدة مع طفلها Une femme était triste car elle n'avait pas d'enfant
هناك امرأة كانت حزينة لأنها ليس لديها أطفال. كي نقراو هادو لهنا نفهمو باللي إليا بيان لونتون في قديم الزمان إليا بيان لونتون une femme était triste car elle n'avait pas d'enfant. يعني في قديم الزمان كانت هناك امرأة تعيش حزينة لأنه لم يكن لديها أطفال. نديرو لا سويت. شفنا العبارة تاع ان جوغ واش دارت؟ ذهبت إلى نافورة القرية. ال ألا ألا فونتين دو فيلاج فورمولا ان فو دون افواغ ان اون في لوي دونا اون بيل بيتيت في. من بعد هنا لا فان تاع ليستواغ نديرو دوبوي سو جوغ La jeune femme vécut heureuse avec son enfant. Voilà, منذ ذلك اليوم المرأة عاشت سعيدة مع طفلها. Voilà, هذا فيما يخص la première activité. عندنا deuxième activité. À mon tour, j'imagine et j'écris une autre suite de à l'histoire racontée dans l'exercice numéro 1. Voilà, je crois que c'est ça l'exercice numéro 1. Maintenant, on déroule une autre suite. Voilà, on a donné le mقدمه, هنا نبداوها و la suite راح نتخيلوها. هذا التمرين نخليكم نتوما ديروه. Voilà. حاولوا يعني تحركوا المخيله تاعكم وتيماجينيو يعني وتتخيلوا تكمله للقصه. ونوعدكم ان شاء الله في فيديوهات قادمه راح ندير لكم فيديو خاصه كيفاش نكتبوا القصه كيفاش نكتبوا مقدمه وتكمله ونهايه القصه ان راح نعطيكم امثله راح تعاونكم بزاف. فوالا بهذا نكون اعزائي التلاميذ وصلت لنهايه درس اليوم. اترككم في رعايه الله وحفظه وسلام الله عليكم.